بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال وخلق الجن من مارج من نار فبأي رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء
يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي فإذا انشقت السماء فكانت وردة
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على فرش وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن قاصرات طرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما
مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي